السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نستعرض في هذا الدرس the mean value theorem for function of several variables، وهي تعميم لوضع الحالة ب function of one variable التي تقول one variable طبعا إذا كانت الاف continuous على الفترة المغلقة a b وdifferentiable على الفترة المفتوحة a b then there exists c between a and b in the open interval for which f prime c equals f b minus f a over b minus a. هلا قياسا عليها ل function of two or three variables، خلينا نقول two variables، let f be differentiable function each at each point of the line segment AB, then there is a point C on the segment AB for which FB minus FA equal gradient F at C dot B minus A, dot B minus A, dot product. Example. Consider fxy equal x squared plus 4y squared plus 2x minus 6y. This is a real valued function. It is differentiable everywhere. Now find a point C between A and B such that fb minus fa equals gradient f at C dot b minus a, dot b minus a. Consider fb minus fa, which is f24 minus f00 equals بنعوض محل f24 عندي x تربيع 4 زاد 4 y تربيع لي 4 في 16 زاد 2 x لي 4 ناقص 6 في 4 24 minus f 0 0 which is 0 equals simplify 48. This is fb minus fa, real number. Now consider the vector b minus a. It is simply 2, 4. Now the gradient f at xy equals fxi z fyj, which is 2x plus 2i plus 8y ناقص 6j. Now this must equal the dot product of these. So 48 equals 2 2x plus 2 plus 4 8y ناقص 6 in general, the dot product of these two things. Simplify, you get x plus 8y equals 17. Now we need another equation to find x and y. From where we get it? من فين راح نجيبها؟ من نص النظرية. شو بقول النص النظرية؟ المين فاليو ثيرم. There exists a point C on the line segment C بين A و B. هون C في المنطقة هاي. من تعريف البتوينس لازم الـ A والـ B والـ C يقعوا على نفس الخط. إذا الـC تقع على معادلة الخط AB، يعني بطلع معادلة الAB وبعوض فيها إحداثية النقطة C. معادلة الAB وين راحت؟ أيوة، since xy is between A and B so y equal to x، لما تقع معادلة خط المستقيم،
بحقق معادلة الخط. إذن هاي معادلة ثانية بX وY. بحل المعادلتين بطلع الX واحد والY اثنين. طبعا هاي النقطة واحد اثنين تحقق إيش؟ المين فاليو ثيرم. واحد اثنين جاي بين الزيرو زيرو واثنين أربعة، واحد اثنين. وأيضا F B ناقص F A تساوي gradient F at 1 2 dot B ناقص A. فهاي كيف نجد النقطة اللي بتحقق المين فاليو ثيرم بتاعت المين فاليو ثيرم لايش؟ function of several variables. بتوقع إذا بدك تعميم ل 3 variables نفس الشيء، f b ناقص f a تساوي gradient f c dot b ناقص a. وال a وال b وال c هدول ثلاثة coordinates، وال f function of 3 variables عادة، لأنه f معرفة إيش؟ على 3 variables. حتى تقول لي gradient f at c، طبعا لما تقول لي c تقع بينهما بدك تنتبه انه سي تحقق معادلة الخط اي بي. طيب سؤال عام كنا حليناه هذا، الله اعلم نحل هذا السؤال، انه بدي اوجد نقطة على الخط هذا، خط التقاطع، بحيث انه المسافة بين الاكس واي زد والاوريجن اللي هي مينيمم أقل ما يمكن. طبعا سمي النقطة اكس واي زد بشكل عام، البعد بين الأوريجن وهاي اللي جذر اكس تربيع زد واي تربيع زد تربيع، المطلوب مينيمايز ذيس فانكشن. شو الشرط اللي عندي؟ انه اكس واي زد تقع على خط التقاطع، يعني تقع على المستوى الأول وتقع على المستوى الثاني. إذا عندي شرطين، معادلة المستوى الأول مصفر ومعادلة المستوى الثاني أيضا مصفر. وحتى أوجد المينيمم لهاي بحاول بربع المسافة، بطلع المينيمم لمربع المسافة، وبستخدم لاجرانج مالتبلايرز اللي هي الدالة اللي بدك تسوي لها مينيمايزنج أو ماكسمايزنج، بضربها بواحد يعني ما بصيبها، والباقي بضربه ببارامتر واحد، بضربه بلمدا والثاني بضربه بميو، وبصفر المشتقات كلها وبطلع عندي ايش؟ الجواب. طبعا هاي مشكلتها بحل المعادلات اللي بتطلع عندك. ايضا اظن حلينا هذا السؤال، المطلوب اوجد المينيمم لفانكشن على وين؟ على المثلث هذا اللي قلنا همنا الوحيد نجد نقاط مميزة في منطقة المثلث، فبحسب stationary points يعني دلتي تساوي صفر، بطلع عندي نقاط جوا، بحسب قيمة التي عند هذه النقاط، ثم when does not exist على المحيط ممكن يكون من 10 أضلاع، فبحسب المينيمم هون ماكسيمم هون مينيمم هون ماكسيمم هون وهكذا. فهدول النقاط مميزة طلعتهم طلعتهم طلعتهم. هل أعلى هذه النقاط هو الماكسيمم وأقل هذه النقاط هو إيش؟ المينيمم. طبعا هون 12 48 ناقص 36 جوا يفتح الله، إذا أعلى هذه النقاط هي 48 الأبسوليوت ماكسيمم، بينما الناقص 36 هي الابسوليوت مينيمم عند النقطة 0.4. بنحب نذكركم بامتحان الميد تيرم اللي هو أول خميس برمضان، فبدك تكون متحضر. أنا بعثت لك إيميل للطلاب، بعثت لهم إيميل، اي غياب عن الامتحان صفر، ما في ميك اب عندي نهائيا، واسال عني حتى لو انك مريض انت في الدار،
لا تقول لي والله نت ما نت بطيخ. غبت صفر، ما في ميك اب. بنيجي للموضوع بتاعنا. طبعا اخذنا اللاجراند، اخذنا الابسوليوت ماكسيمم، اللوكال ماكسيمم، السكند ديريفيتيف تيست، كل هدول اخذناهم. الامتحان خلي بالك في شابتر 10 و13 و14. الامتحان خلي بالك في 10 اسئله اي بي سي، اختار اختيار من متعدد، وخمس اسئله ترو فولس. اذا الجمله ترو حطها ترو، اذا فولس حطها فولس. فيجب ان تكون سريع والا ما بتلحق. الامتحان 50 دقيقه. شفت انا سقطت سهوا كلمه 50 دقيقه، سقطت سهوا. بنيجي للدبل انتجرال. الدبل انتجرال مهم جدا. يعني عندك مدرج في صفوف افقيه وصفوف عموديه، كيف بدك تحصي عدد الطلاب؟ كيف بدك تحصي عدد الطلاب؟ باجي هذا الطالب واللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه. اذا بحصي الخط الافقي الاول. الخط الافقي الاول خلي بالك هذا على مين؟ الخط الافقي الواي دائما ثابت. شو معادله الخط الافقي؟ واي تساوي ثلاث. اذا بحط واي واي. هلا كل شيء بدلاله الواي بدها تنحط. الطرف هاي هذا تابع لمين؟ للمنحنى هذا. هذا المنحنى شو هو؟ واي تساوي اكس تربيع. اذا الاكس اللي هون جذر الواي. الاكس اللي هون ناقص جذر الواي. اذا هون بجمع مساحات عشر 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 حتى اوصل لاكس تساوي واحد. هيها اوميجا واحد هي من اكس جذر الواي حتى اكس تساوي واحد. هيها بجمع المساحات هاي الصغيره دي اكس دي واي كل واحده فيهم. طيب هلا جمعت الشريط هذا، بعدين شوف اسوي. الخط الافقي هذا فيه 20، الخط الافقي هذا فيه 30 40. فبجمع هلا عمودي خطوط الافقيه. الخط الافقي هذا اسمه لامينا. لما تيجي تقرا الكتاب بتلاقي اسمه لامينا. لامينا هي مساحه الشريط الافقي كاملا. فبجمع الاشرطه الافقيه من فين لفين؟ من الصفر واي تساوي صفر، وبجمع وبجمع حتى واي تساوي قد ايه؟ واحد. هيا واي تساوي صفر لواي تساوي واحد. خلي بالك ليش ما قلتش من ناقص نص مثلا؟ لان هون الوضع يتغير. انا لما بدي اجمع يجب ان يكون الوضع متجانس. فلاحظ هون المربعات الصغيره تمشي من الاكس هذا المنحنى الى اكس هذا المنحنى، كله له نفس الاتجاه، نفس السياسه، نفس الاسلوب. بينما هون بتغيره. هون مثلا اكس تتغير من ناقص واحد حتى اكس تساوي ناقص جذر الواي. بينما في اوميجا 3 الاكس تتغير من ناقص واحد صح، ولكن اكس جديده. هذا المنحنى واي تساوي ناقص اكس تربيع، وبالتالي الاكس تساوي ناقص جذر ناقص واي، او اكس تساوي ناقص جذر ناقص واي. فاذا هاي للاوميجا 1 للاوميجا 2 للاوميجا 3 ما بصير احسبها مره واحده. في بعض الطلاب بقول لي يا استاذ بحسب مساحه واحده وبضرب في اربعه. كلامك صح هون لانه في تماثل، فما بالك انه في عندي كتله. يعني هاي الكتله من الالمنيو، هاي من النحاس، هاي من الورق القصدير، هاي من التنك. اذا الدنسة اختلفت من نقطه لنقطه لنقطه لنقطه.
فما بصير احسب الكتله هون واضرب الجواب في 4. غلط غلط. كمساحه تجاوزت، قلت لك اه ماشي، اما كمساحه كحجم غلط. صح القاعده نفس القاعده قد بعض، ولكن كتله الهواء اللي فوق هاي غير عن كتله الهواء اللي فوق هاي. بجوز المستوى قريب عن هاي بينما بعيد عن هاي. اذا غلط تقول لي التماثل وبضرب في 4. هون ضروري جدا كيف تحرك. طيب لما جينا نحرك دي اكس دي واي اضطريت لاحط 4 تكاملات وكلهم مختلفوا عن بعض زي ما انت شايف. طب لو اخذت عنصر افقي، اخذت دي واي بالاول، شو بصير؟ هاي اخذت شريط عمودي مستطيل ومستطيل ومستطيل من فين لفين؟ من واي. لاحظ هون هذا الخط شو معادلته الثابته؟ دائما اسال نفسك على الخط اللي باخذه الافقي او العمودي شو معادلته؟ اكس ثابت ولا واي تساوي ثابت؟ هون لما اخذ خط عمودي معادلته اكس تساوي دائما نص، فبحط الاكس الثابت بالاول، هاي اكس اكس، وبوجد الباقي بدلاله اكس. ها شو معادلته؟ واي تساوي اكس تربيع، هيا اكس تربيع. ها شو معادلته؟ واي تساوي ناقص اكس تربيع، ناقص اكس تربيع. اذا بجمع شو اسمه المساحات الصغيره او بجمع الكتل الصغيره هاي زي ما بدك، او الاعمده الحجم بجمعها من الواي الصغيره للواي الكبيره، واي تساوي ناقص اكس تربيع لواي تساوي اكس تربيع. هيك بكون حصلت على مين؟ على مساحه اللامينه، اللامينه الطويله هاي. هلا بجمع اللامينز. اللامينز هاي يجب ان تكون متجانسه، والا وجب تقسيم المنطقه الى مناطق. لاحظ هون من ناقص اكس تربيع اكس تربيع، هون من ناقص اكس تربيع اكس تربيع، هون ايضا من ناقص اكس تربيع اكس تربيع، هون من ناقص. فلاحظ كله تجانس بالحركه، كله تجانس بالحركه. طيب طالما في تجانس اذا بحرك الاكس من ناقص واحد، يعني بخلي الجمع بتاعي لمنة ولمنة 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 من ناقص اي واحد حتى اكس واحد، بضرب ضربتي مرة واحدة وبحسب ايش؟ المساحة. هلا عرفنا كيف نحط حدود التكامل، هاي مهمة جدا، هاي لحالة إذا مش مستوعبها خلاص ضيع، خلاص راحت عليك. إذا مستوعبها كيف بكامل؟ طيب هاي بقول لك كامل دي واي على أساس اللي قدامها ثابت. يعني افرض إنه في عندي إكس هون بعتبره ثابت بالنسبة للواي. كما كاملت، كما اشتقيت جزئيا بكامل جزئي، تكامل جزئي. شو تكامل واحد دي واي؟ واي هيا عوض 2 اكس تربيع دي اكس، كامل تكامل عادي بيطلع 4 3. هاي الجواب. بشكل عام لاحتساب التكامل، سؤال 40 مثلا بقول لي احسب تكامل اي قوى ساين اكس دي اكس دي واي من 0 لكوساين انفرس واي ومن 0 لواحد. عادة شباب التكامل اللي جوا لا الفاريبل اللي جوا، يعني هاي للدي اكس، للاكس اكس تتغير من 0 لاكس تساوي ار كوساين واي، والطرفاني للطرفاني الواي من 0 لواحد. هلا هو شو مسوي؟ ماخذ عنصر مساحه دي اكس دي واي، هاي دي اكس دي واي صغير صغير صغير،
مستطيل طوله 1%، عرضه 1 بالألف، والاكس بتاعته من فين بتمشي؟ من الصفر لكوسين انفرس واي، هيا بجمع من اكس تساوي صفر حتى اكس تساوي كوسين انفرس واي، بجمع المستطيل هذا واللي جنبه واللي جنبه فاحصل على منا. طبعا اكس تساوي كوسين انفرس واي تعادل واي تساوي كوسين اكس، رسمة الجتة الكل بيعرفها الجتة هيها. جمعت حصلت على من هاي اول تكامل، بهمنيش مقداره. الاي قوة سان اكس خلينا نقول تمثل الكثافة، هون الكثافة في المساحة صغيرة تساوي كتلة الصغيرة هاي الشكفة هاي، جمع كتلة 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 بعطيه كتلة اللامينة. اذا هاي كلها تكاملها الاولاني بعطيني الماس لمين؟ لهاي اللامينة. هلا شو بسوي؟ بجمع الماسات تحت اللامينة هاي، وين؟ هاي اللامينة هون اللي تحت، واللامينة اللي هون، واللي هون، واللي هون، بجمعها من فين لفين؟ من واي صفر لواي تساوي واحد. فلاحظ لما اجمع اللامينة زدول شو بيطلع عندي؟ بيطلع عندي الشكل هذا كله، هاي اوميجا، هاي منطقة التكامل، مهمة جدا، مهم جدا ليحدد ايش؟ منطقة التكامل من حدود التكامل. طيب حددت الاوميجا، هلا يا ربي اي قوة صان اكس دي اكس كيف بدي اكاملها؟ ما بقدر اكاملها. تقول ليش انت عبقري؟ لا والله ما بقدر اكاملها. اي قوة صان اكس دي اكس حتى تكاملها بدك كوسان اكس جنبها، وانا ما عنديش، ما بصير اضرب كوسان واطلع الكوسان برا، غلط. اذا شو الهدف؟ طيب غير حدود التكامل، بدل الدي اكس دي واي سميها دي واي دي اكس. طيب ما سميها دي واي دي اكس، مش يا شباب بدل هاي بحاي، اوعك غلط. هلا بدل ما امشي افقي اولا بدي اصير امشي ايش؟ دي واي موازي للواي، موازي لمحور الواي، بمشي عمودي بالاول، بجمع الماس والماس والماس من واي صفر لواي قديش؟ كوساين اكس، نفس المعادله هاي نفسها، هيا من صفر لكوساين اكس، هيا دي واي دي اكس. هلا بعد ما اجمع هاي بحصل على اللمنه هاي، خلي بالك اللمنه هاي غير عن هاي. طيب هلا بجمع اللامينات هذول لهم نفس شو اسمه المبدا، من اكس صفر حتى اكس قديش؟ باي على 2، بحصل على مين؟ على منطقة التكامل كاملة، ما غيرتها، فقط غيرت الحركة، بدل ما اجمع خطوط افقية بجمع اول خطوط عمودية. طيب بعد الحركة هاي بهلوانية خلينا نسمها، بقدر اكامل اي قوة صان اكس كاملها بالنسبة للواي، طبعا على اعتبار ايش؟ انه اكس ثابت، لما كامل بالنسبة للواي بعتبر اللي وراها كله ثوابت، اكس وزد وابصر ايش وكذا، شو ما يكون يكون ثوابت، هذول بعتبرهم دي واي اي قوة صان اكس، والواي بدي اكامل بالنسبة لها هي المتغير. شو بصير؟ اي قوة صان اكس ضرب واي، ضرب واي، هاي اي صان اكس ضرب واي، بعوض هسه بطلع كوسان اكس، يا عيني جاهزة. لاحظ مشتقة الصان اجت كوسان، هيا هلا اي صان اكس كوسان اكس بقدر اكامل، اي طالب بقدر اكمل، مشتقة الاس موجود هون، وبصير الجواب اي قوة صان اكس من صفر لباي على 2، والجواب اي قوة واحد ناقص اي قوة صفر اللي هي واحد. فلاحظ التكامل اصلا
ما كنت اقدر اكامله يقوى صان اكس دي اكس ما بقدر اكامله ولكن فهلويت اللعبة بدلت دي اكس دي واي بدي واي دي اكس وخلي بالك بدك ثلاث رسوم يعني حطت لي الرسمة هاي لحالة بتكفيش واضح طبعا الامتحان ضع دائرة فما راح تكتشف هاي الا في وقت متأخر بجوز للفصل الجاي بس لازم ترسم ثلاث رسوم رسمة تبين لك منطقة التكامل والرسمة الثانية تعكس حدود التكامل وعكس حدود التكامل لا يعني اني ببدل هدول لاحظ هون صفر كوسان انفرس واي هون ما فيش عندي صفر كوسان انفرس واي سؤال ثاني زيه طبعا يقوى واي تربيع دي واي دي اكس من اكس واحد ومن صفر طبعا هاي اكس لواحد هي حدود مين الواي اللي جوا مع اللي جوا واللي برا مع اللي برا طيب اقوى واي تربيع دي واي بقدر اكاملها يعني لو اجى الوطن العربي كله ما حدا قدر يكاملها اقوى واي تربيع دي واي ما بقدر اكاملها طيب خلينا نشوف منطقة التكامل في بعض الطلاب بقول لك خلينا ناخذها من قاصرها بدل الدي اكس دي واي هاي سهله جدا وبدل حدود التكامل اوعك ثم اوعك هاي صفر صفر الشغله مش شغله انه بدل حدود التكامل لا بدال ما عد طلاب المدرج شو اسمه صف افقي صف افقي صف افقي بعدهم عمود 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 اسهل لي طيب فحتى نعدهم بالطريقة هاي نبدل طريقة العد شو لازم أسوي لازم أشوف منطقة التكامل فباخذ دي واي دي اكس وبحرك باتجاه الواي أولا باتجاه الواي يعني عمودي من واي تساوي اكس إلى واي تساوي واحد هاي الواي تساوي اكس وهي الواي تساوي واحد خط أفقي إذا بجمع هذه الشقف الصغيرة بحصل على اللمنة هاي وبجمع اللمنز من اكس صفر حتى اكس واحد هاي لمنة من اكس صفر وبجمع لاكس تساوي واحد بحصل على مين على المثلث هذا هاي منطقة التكامل الأوميجا هلا بعكس المشي بتاعي بدل ما امشي دي واي دي اكس بمشي دي اكس دي واي دي اكس دي واي هلا الاكس تمشي من فين لفين على هذا الخط الافقي مين اللي ثابت هذا شو معادله الخط الافقي واي تساوي ثلاثه او واي تساوي نص يعني الواي تساوي كونستانت الواي وين تيجي الخانة الاولى ولا الثانيه الثانيه هيا واي واي طبعا هون الاكس صفر وهون الاكس قديش قد الواي معادلة الخط المستقيم هاي الخط ما غيرته انا اذا اي واي تربيع محل الدي اي اللي هي دي اكس دي واي او دي واي دي اكس دي اكس دي واي بحرك الاكس من صفر حتى اكس تساوي قديش واي بحصل عمين على اللمنة هاي الافقية ثم بحرك اللمنز من افقي 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 حتى اغطي الاوميجا كامله الواي من صفر حتى واي تساوي قديش؟ واحد هلا بقدر اكامل؟ نشوف شو ايقو واي تربيع دي اكس؟ طبعا لما اكامل ايقو واي تربيع دي اكس بعتبر الواي اللي هي وراها بعتبرها ثابت تعتبر ثابت طب ايقو واي تربيع دي اكس شو تكاملها؟ ايقو واي تربيع اكس كما اشتقيت بارشلي بكامل بارشلي وبعوض من صفر لواي بيطلع عندي الجواب هون لاحظ طلعت ايش مشتقة الواي تربيع هاي واي ولكن ينقصها اثنين فبقسم عليه وبعوض بيطلع عندي الجواب ايش اي ناقص واحد على اثنين هذا التكامل يمثل حجم او كتلة سبيكة او غيرها من التطبيقات اللاحقة
طبعا موضوعنا ليس بموضوع تطبيقات، موضوعنا هو إيش؟ تحديد حدود التكامل، ومن حدود التكامل تحديد منطقة التكامل. وبالمرة أخذنا إيش؟ سويتش للتكامل من DXDY إلى DYDX، وشفنا أنها تستخدم في حالتين. الحالة الأولى بدل ما كامل على أربع مناطق كاملت على منطقة واحدة، بربط عصفورين بحجر، هاي منطقة واحدة سدت عن أربع مناطق تكامل. لاحظ مناطق التكامل مشوهة، في جذر واي وجذر الناقص واي واو، يعني غلبة، وبرضه تحديدها غلبة. فلاحظ بدل أربع مناطق أخذت طلعت منطقة واحدة حطيتها، وسهلة طلعت تكاملها. أو إنه التكامل بتاعي يصعب إيجاده، بقدرش أكامل لا هيك لاحظ ولا هيك ولا هيك، ولكن لما سويت سويتش لحدود التكامل طلع قيمة التكامل سهلة جدا. طبعا هناك طريقة ثانية اللي طريقة البولر، ولكن مش وقتها. خلينا هلا شو اسمه ناخذ حضور وغياب وبعدين بنكمل. أول شيء قديش العدد؟ خلينا نشوفه. 10 10. رقم 1 عبد الله محمد مضحى الشمري. 2 فاطمة محمود جميل عموري. 3 غايب، هاي 4 غياب، 4 منسحب، 5 موجودة دكتور. 5 موجودة؟ نعم موجودة. سبب وعنا. سبب وعنا. رقم 5 صح، انا مشطب مروة وهذه. اوكي 5. اوكي 6 رهف حسن النجار. 7 محمود مسادة. 8 مش موجودة، هاي 4 4. 9 هاي 4 4. 10 10 هاي 4 4. 11 11 هاي 4 4. ما بفرح فيكم إلا والغياب 35 حطلكم. وروح راجع رئيس الجامعة. 12 وضحى الزعبي. أوكي إذن لا ننسى أنه الخميس اللي أول خميس بعد رمضان الامتحان، أول خميس رمضان، أول خميس رمضان الامتحان. طبعا قلت لكم وديتكم المادة بالضبط شو المطلوبة. اوكي يعطيك العافية دكتور. دكتور
إذا على الغياب اسكت. لا بس كنت بدي أسأل إنه أقدر أعرف كم غياب عندي؟ لا أنت بتعرف قديش بتغيب والله معك. هذا بتجيك الرد بيجيك بعد الامتحانات. بحط لك 35 بتعرف إنه في غياب عندك. بدي في ملف مستند مطلعه مش ملاقيه. الدبل انتجرال صبرا 5 دقائق قبل ما اطول الملف. ميتين وواحد فقط 5 دقائق قبل ما يحمل الملف. اوكي حملنا الملف، هلا بدنا مشاركة. الملف موجود يا شباب؟ موجود دكتور. اللي هو شابتر 18 ها؟ اه اوكي الحمد لله ما طولناش. التكامل العادي لفانكشن اوف ون فيريبل، طبعا هذا يمثل ايش؟ مساحه تحت المنحنى بين A و B. بالنسبه للدبل انتجرال يمثل الحجم. لاحظ اف اكس واي هاي قد يكون سطح كره، فاي الحجم اللي تحت سطح الكرة، وهكذا. طبعا بالنسبة للسيجما نوتيشن، السيجما اي اي ترمز ل اي واحد زائد اي اثنين زائد اي ثلاثة حتى توصل لوين؟ ل اي ام. هاي السيجما نوتيشن. بالدبل انتجرال راح نحتاج لإشي أفقي وإشي عمودي، وراح تحتاج لدبل نوتيشن A I J، واحد للJ واحد للI. طبعا خواص السيجما نوتيشن كوميوتس، يعني بدل ما أجمع أفقي 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 بجمع عمودي عمودي عمودي. هاي حجم المدرج وهاي حجم المدرج. طبعا خواص السيجما نوتيشن زي ال 101 انها تتوزع على الجمع، مجموع اي اي جي زائد بي اي جي يساوي مجموع الاول زائد مجموع الثاني. العدد الثابت عاده يطلع برا. هاي مش عدد ثابت، خلي بالك، هاي ضرب بعض. واضح؟ طبعا هاي اثباته انه ممكن يتوزعوا ببعض. هاي كلها مش مهمة كثير على فكرة. The double integral over rectangle، هاي المستطيل بتسوي له تجزئة أفقية وتجزئة عمودية حتى يصير مستطيلات صغيرة 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 صغيرة. واضح؟ فبجمع على هذه المستطيلات الصغيرة، يا أفقي ثم عمودي أو عمودي ثم إيش؟ أفقي، زي ما أنت شايفين هون. هاي A11 A12 A13 A14 A1 وهكذا. هون A21 A22 A23 A24 وهكذا. فإما بتجمع أفقي ثم بتجمع عمودي، أو بتجمع العمود الأول ثم الثاني الثالث الرابع كذا، وبعدين بتجمع
عمود 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 حتى تخلص عمين على المساحة كلها. هون زي ما قلت لك هاي دي اكس موازي للاكس، ايها من هون لهون دي اكس، هاي من هون لهون دي واي موازي للواي، ومساحة المستطيل ار اي جي اللي دلتا اكس اي في دلتا واي جي اللي هي دي اكس دي واي. هاي طبعا اذا نقيت اللور سم هي تاخذ المينيمم للفانكشن، الابر سم لما تاخذ الماكسيمم للفانكشن، فقيمة الفوليوم تقع بين اللور سم والابر سم. هاي مثال على الحجم، فقسم لك الأرضية، أهم شيء الأرضية على فكرة في الارتفاع، مساحة الأرضية في الارتفاع بعطيني إيش الحجم، وبعدين بجمع. هاي بالمناسبة مهمة جدا، اف اكس واي دي اكس دي واي، اف اكس واي دي اكس دي واي، هاي لاحظ مغير لك الريجن من اوميجا الى ار، هاي يعني اذا حط تكامل بالتعويض تتغير الريجن، تتغير الريجن. الاريا هي قيمة واحد دي اكس دي واي او واحد دي واي دي اكس على المنطقة بتاعتك. هاي طبعا الاسهل انك تاخذ دي واي دي اكس بالاول، عشان تحرك الواي من فاي 1 اكس الى فاي 2 اكس، بعدين الاكس من اي الى بي. بالنسبة لهاي الافضل انك تاخذها ايش؟ برضه دي واي دي اكس، لا هاي الاكس بدلت واي، فبناخذها ايش؟ دي اكس دي واي، والاكس تتغير من فاي واي 1 الى فاي 2 واي. ناخذ افقي ثم بحرك عمودي من اي الى بي. خلي بالك الاي والبي هون على الصادات، هون الاي والبي على السينات. تكامل هاي معناته أول شيء بجري التكامل بالنسبة للإكس، أيه هون لا هاي هاي معناها أولا أجري بالنسبة للإكس ثم بالنسبة لمين للواي. هون شو بدي أسوي؟ بدي أغير حدود التكامل، دي إكس دي واي ما أعرف إيش كاملها، فسواها دي واي دي إكس، فبدي يغير هدول، بدي يغير هدول. ومرة ثانية بقول انه تغيير حدود التكامل اهم شيء عندي. هاي منطقة التكامل اللي شرحتها قبل شوي بخط ايدي، هاي واي اكس تربيع وهاي واي تساوي ناقص اكس تربيع. شفنا اذا بدي امشي دي اكس دي واي لازم اقسمها لاربع مناطق، بينما دي واي دي اكس منطقة واحدة بضرب المساحة مرة واحدة. واي حلها. طبعا لما اجي اكامل اكس تربيع ناقص واي دي اكس دي واي، افرض حطيتها دي واي دي اكس، هون ما في خطوره عليها طالما حط لك على اوميجا، ما في خطوره
هلا بده يحط حدود التكامل، فلقاها اسهل انه ياخذها دي واي دي اكس. الواي من ناقص اكس تربيع اكس تربيع، والاكس من ناقص واحد الى واحد. اذا حطيتها اوميجا حط اللي بدك اياها، دي اكس دي واي، دي واي دي اكس، دي اي. اسلم واسلم. طيب هلا للتكامل هاي اكس تربيع بدي اكاملها بالنسبه للواي بارشلي، فبعتبر الاكس كونستانت بعقلي. اكس تربيع دي واي شو تكاملها؟ على اعتبار الواي المتغير فقط، بصير اكس تربيع واي. مش تقول اكس تكعيب على ثلاث، انتبه له. هاي شو اسمه اشتقاق جزئي وتكامل جزئي. الواي دي واي تكاملها واي تربيع على اثنين، وبعوض حدود التكامل. هاي حدود التكامل من واي تساوي كذا الى واي تساوي كذا، فمش غلط تحط واي تساوي كذا وواي تساوي كذا وتعوض عن الواي. حساس ما تخربط. وهاي حليتها الحصه قبل شوي، طلعت 4 3 او 4 5 4 5 4 5 اما لما حليتها على فكره ما كان في عندي هون اشي، كان عندي واحد، كانت 4 3 واضح. هون حط اشي طلع الجواب بيختلف 4 5، لانه هاي تفسر على اساس ماس كتله، فالكتله غير عن المساحه. هاي واحده ثانيه ايفاليويت اكس واي ناقص واي، حط لك دي اكس دي واي وخلى الخيار لك. نلاحظ هون ما حط حدود التكامل، فانت حر، يا اما بتحط دي اكس دي واي بتحط الحدود، او بتحطها دي واي دي اكس وبتحط الحدود. فمين اسهل هون؟ اذا اخذناها هيك عمودي بالاول دي واي دي اكس، لازم اقسم المنطقه لمنطقتين، لانه الخط اللي هون غير عن الخط اللي تحت. اللي فوق مشترك صح، بس اللي تحت يختلف عن بعض. اذا لازم اقسم منطقه لمين؟ لمنطقتين. اذا اخذت دي واي دي اكس، لو اخذت دي اكس دي واي زي ما بده هون، طبعا مش زي ما بده لانه هو ترك الخيار الي، حط لها اوميجا. دي اكس دي واي بحرك الاكس بالاول، من اكس تساوي قديش هاي الاكس؟ ناقص واحد. لاكس تساوي قديش؟ واي. اذا من ناقص واحد الى واي، بعدين بحرك اللمينة من واي صفر حتى واي تساوي واحد. هيا واي صفر حتى واي تساوي واحد، واي من ناقص واحد الى واي. هيا هاي لاحظ مرة ثانية، إذا أخذها دي إكس دي واي تكامل واحد ضرب شو اسمه أعطاك إياه. إذا حط دي واي دي إكس طلع هون دي واي دي إكس، يجب أن يجزئ إلى تكاملين واحد اثنين. لنفس السؤال وين اثنين؟ هاي المنطقة منطقة المربع واحد، وهاي المنطقة اثنين. واضح؟ طبعا هاي كل ما حليت مسائل أكثر كل ما استوعبت أحسن وأحسن. واضح؟ ورجاء نصيحة لله تعالى أنك زي ما علمتك قبل شوي تشتغل. واضح؟ يعني مش تقولي والله بالحزيرية تحذرت أنا حدود تكامل، لا، فيش اسمه بالحزيرية، لا. خذ عنصر مساحة وامشي عليه. هون سيان، إذا أخذت أفقي أو عمودي بيطلع نفس الإشي. فهي ماخذه دي واي دي إكس وحط حدود التكامل، وبعدين دي إكس دي واي وين راحت؟ وحط حدود التكامل. لاحظ حدود التكامل مش والله لفهم حط هاي محل هاي وهاي محل هاي، لا غلط.
لازم خطوة زيادة منطقة التكامل اللي هي، بعدين تجزئ تأخذ إيش مستطيلات صغيرة زي ما أخذت قبل شوي. هيا شايفينها، هاي ضروري جدا، هاي ضروري جدا إنها تشقفها وتمشي. هيا لاحظ، هاي حددت لي منطقة التكامل ثم غيرتها. هون نفس الشيء، هون سيان لاحظ بالنسبة لي دغري بقول لك مين أفضل، دي إكس دي واي ولا دي واي دي إكس، ناتج عن خبرة، مش والله أنا بحذر، لا. لاحظ هون زي بعض، جذر الإكس جذر الواي نفس الشيء، هون إكس زائد واي واي تساوي إيه؟ فمتماثلات، الإكس والواي متماثلات، فسواء أخذت دي إكس دي واي ولا دي واي دي إكس نفس النتيجة راح تطلع معك. هاي ايضا على مين؟ على دي واي، الواي تتغير من شو اسمه الجزء السفلي من الدائره الى الجزء العلوي من الدائره، وهو من ناقص نص القطر الى نص القطر. طبعا هاي لاحقا راح نحلها بطريقه ثانيه اللي طريقه البولر. هاي زي اللي اعطيتك اياها تحت اي قوه اكس تربيع دي اكس، هاي كوساين اكس تربيع دي اكس، كيف بدي اكاملها؟ ها شباب، كوساين اكس تربيع دي اكس ما بقدر اكاملها، بدي مشتقة الزاوية، يفتح الله. وهي الاوميجا اعطاني اياها على الرسمة، هي الاوميجا. اذن هاي ما بقدر اكاملها، ولكن اذا تحايلت عليها حطيتها دي واي بالاول دي اكس، بصير هاي ثابت بالنسبة للواي. هيها دي واي دي اكس صار ثابت. هلا تكامل هاي دي واي بصير بضرب هاي في واي بس، لأنه تعتبر ثابت، ولازم أغير حدود التكامل. طبعا هو حط، ما حط حدود التكامل. هون بدك تاخذ دي واي دي اكس، خذ لك ايش شريط صغير، أو سوري خذ لك هون دي دي واي دي اكس، الواي تتغير من صفر الى اكس، هيا من واي صفر لاكس. اللمنة هاي تتغير من اكس الى وين؟ لا اكس هو واحد. اذا هاي حدود التكامل، الواي من صفر لاكس والاكس من صفر لواحد. صفر لواحد هاي اللامنة الطويلة، المستطيل الطويل يتغير من اكس صفر لاكس واحد. طيب هلا بقدر اكامل؟ الجواب بقدر اكامل، هاي اضربها فقط في واي وعوض من صفر الى اكس، شو بصير؟ بصير اكس ضرب كوسان باي اكس تربيع اثنين، واللي هي بسيطة جدا. لما اضرب اكس في كوسان باي اكس على التربيع اثنين، شو مشتقة جوات الزاوية؟ هي اكس. طبعا سيبك من الباي ثابت، فبصير مشتقة تكاملها هي ساين باي اثنين اكس تربيع، والكل مقسوم على باي، وبعوض بين الصفر والواحد وبطلع الجواب. اي تعليق؟ هاي يا شباب ما بتنفهم إلا لما تحلها في الدار، حل مسائل في الدار ضروري جدا منطقة التكامل تفهمها تستوعبها. سيبك من السميشن والهاي، السميشن هاي شغلة أولاد صغار، يعني ما بتهمني كثير، واضح؟ هاي الأساسيات ما بتهم، زي ما جميع ريمان، مجاميع ريما هلا بهمني كثير ما بهمني كثير. وصلنا لمرحله الانتي ديريفيتيف، ما الانتي ديريفيتيف
هذا اللي بهمنا. أما والله مجموع ريمان السفلي العلوي الكذا، هذا حكي مر عليه الزمان، هذا بدائي بدائي زي هاي بالضبط، مجموع اي جي وكذا، بدل ما اجمع افقي بجمع عمودي وخلصت وفكت. ونراكم على خير الحصة القادمة بإذن تعالى. السلام عليكم. دكتور، دكتور ممكن تعليق لو سمحت؟ سؤال علمي؟ لا بس غياب انسى امري، الغياب انت مسؤول عنه مش انا المسؤول. طب بس ممكن تسمع عذري؟ لا ولا بسمع اشي يا ابني. تمام دكتور، مو يعني اجد لاخاك عذرا، بس اسمع عشان تكون عرفت شو الموضوع. ما بينفع يا دكتور؟